أهلا بكم. أكدت اللجنة المالية النيابية وجود عدد من الملفات المشبوهة في البنك المركزي مثل تلف النقود وبناية البنك المركزي ومزاد العملة الأجنبية. وقالت اللجنة إن هناك عددا من الملفات في اللجنة لدراستها والتأكد من الشبهات الموجودة فيها، لا سيما في البنك المركزي، مشيرة إلى أن مزاد العملة كان يستخدم لتبييض الأموال للعملة الصعبة خارج العراق. أعلنت وزارة النفط أن كمية صادرات النفط الخام لشهر نيسان الماضي بلغت نحو 104 مليارات برميل بإيرادات 7 مليارات دولار. المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد قال إن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الأحادية على الخليج العربي وميناء جيهان التركي تم تحميلها من قبل 37 شركة عالمية مختلفة الجنسيات. قالت وزارة الزراعة في كردستان العراق إنها حظرت استيراد الدجاج من 27 دولة نتيجة إصابات بمرض إنفلونزا الطيور. الوزارة أضافت أن كردستان العراق اتخذت وسائل عدة وقائية من ضمنها حظر استيراد الدجاج من دول عديدة، داعية إلى الالتزام بقراراتها الذي يمنع الاستيراد من الدول المشمولة بقائمة الحظر. استأنفت وزارة الزراعة عملية إقراض الفلاحين خلال الأشهر القليلة المقبلة التي شملتهم بعد إجراء عمليات الكشف الموقعي على المشاريع. وقالت الوزارة إن الأموال التي سيتم إقراضها هي من المبالغ المتحصلة من الفلاحين الذين دفعوا الأقساط المترتبة بذمتهم للأعوام السابقة لتسديد القرض، مبينة أنها تسعى من خلال هذا الإجراء إلى دعم القطاع بشقيه النباتي والحيواني وتشجيع الفلاحين على إقامة مشاريع استراتيجية تصل بالبلاد إلى الاكتفاء الذاتي من المحاصيل المحلية. نتابع الآن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن والنفط. بهذا نصل إلى ختام أخبار الاقتصاد، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.